مصر موجوده، عملت معسكرات، واعتقد المعسكر الثالث ايضا الميداني داخل قطاع غزه، في ايضا خيام تتسع الالاف من الشعب الفلسطيني. ايه اللي تم في هذا الملف؟ طيب احنا ادي انت شايف المستعمرات قدامك. احنا بدأنا باول معسكر في رفح، لان رفح كان رفح زي ما هنشوف بعد شوية في لوح. نعم. رفح فيها النهارده 1,300,000 بني انسان في 6×6 كيلو في 36 كيلو متر مربع. نعم. فالنهارده اكبر كثافة سكانية في العالم موجودة هنا. نعم. عشان كده مصر عملت الناس في العراء ده. احنا شفنا صور ساعة المطر كان الواحد قلبه بيتقطع. نعم. مصر بعتت الهلال الاحمر لمصر، وادي اولادنا اهو. نعم. في الهلال الاحمر، وعملنا اول معسكر، ودي دورات المياه يا احمد. دورات المياه المصريه اللي معموله في المعسكر. نعم. وبعدين انت شايف الحته الكبيره دي اللي هي بتوزيع الاكل والتعيين، لان احنا حطينا 2 مخبز ميداني عاملاه القوات المسلحه، بيطلع نص رغيف، نص مليون رغيف في اليوم. نعم. عندنا 3 محطات تحليه ميه، بياخدوا الميه بتاع البحر الابيض ويحطوا. عندنا كتائب مواسير، كتائب انابيب في الجيش. نعم. بتمد يا اما ميه يا اما وقود. نعم. دول كل دول دخلوا لهم ماسوره ميه رئيسيه من عندنا. نعم. ده الاول في رفح. نعم. امبارح دخلنا في خان يونس المعسكر الثاني. فطبعا انت بتحط للناس المعيشة اللائقة. نعم. انه يلاقي شيلتر، حاجة يتغطى بيها من البرد والجو ده كله، حمامات. وبدأت يبقى عندهم مكان بدل ما ينامين في الشوارع، يبقى عندهم حاجة يقدروا يناموا كأسر داخل الخيمة. وبرضو نقول ان مصر هي الدولة الوحيدة التي اقامت هذه المعسكرات. في دول تانية عملت بقى ايه؟ داخل قطاع غزة. داخل جوه غزة. بالظبط كده. جوه غزة. نعم. وكده بنقول للغزاوية ايه؟ اديكوا ارضكوا قاعدين فيها. صح. مكان اهو بتقعدوا فيه. يبقى ما نسيبش ارضنا. نعم. ونعمل بقى زي 48، لا. احنا بنساعدهم على التمسك بارضهم. بالظبط. بنقعد بالتمسك بارضهم، وزي ما قلت لك. وما نمشوش. ادي دورات المية. نعم. وادي العلم المصري مرفوع. طبعا. دايما مرفوع يا فندم. الفناطيس بتاعتنا موجودة فوق، زائد زي ما قلت لك 2 مخبز ميداني. ده فيه كمان مركز طبي غالبا هيتعمل. مستشفى ميداني حاجة. هيتعمل. تمام. فالامارات عاملة مركز قبلنا وحقيقي. ادي المستشفى الميداني. ادي المستشفى الميداني موجود. كل الكلام ده مصر عاملاه. فاعتقد مش عايزين حد يزايد على مصر. لا، مصر يعني هي مصر عظيمة بامكانياتها. وادي شوف ولادنا اللي هم داخلين. احنا جوه في غزه دلوقتي يا احمد. نعم. ما احناش في حته تانية، ده في غزه. احنا جوه على مصر هنا في غزه بنعمل هذا الكلام. نعم. هي الاحمر مصر اهو. بالظبط يا فندم. طيب، فاذا ايضا بتقوم بالاضافه لعمليات الاغاثه، ايضا تقوم بعمليات ايضا الايواء. بالزبط. الايواء والتسكين وتوفير اقامه للناس كويسه ومعيشه كويسه. حاجه ادميه بتعملهم حمامات اللي ما كانش موجود اصلا. موجود يا فندم. وبزايد وتوفر ميه. قلنا ميه، عندنا 2 محطة تحلية مياه بيدوا الميه الحلوة من خلال الماسورة اللي طالعة للناس دول. الواحد كان بيسمع كلام بيروحوا يشربوا مية بحر، ده حرام، ده لا إنسانية. كنا بنعرض فيديوهات وهم بيجيبوا مياه يشربوها من البحر. بالظبط. فيعني الحمد لله مصر قايمة بدور عظيم يعني تحمد عليه، وده دور مصر دايما، هي الأم الكبرى للعالم العربي. طيب.